سار بين الناس جبر للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. صحيح. الرد بقى، يعني دايما الواحد لما بيقدم حاجة بيقول الحسنة بعشرة أمثالها، فالواحد لما بيعمل جبر الخواطر يبقى الرد. عايزين نقول للسادة المشاهدين ونبرز أهمية هذه العبادة اليسيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث في المعنى اللي حضرتك قلتيه ده، أو في معنى المقولة الصحيحة ديت، لما قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. يعني الإنسان بحاجة خير عملها ربنا سبحانه وتعالى ينجيه من أمر آخر. ما احنا بنظن إن النجاة دي أو تدخلات الله سبحانه وتعالى في حياة العباد بتأتي كده، لا، دي أرزاق ربنا سبحانه وتعالى بيعوض بيها العبد على حاجة خير عملها. النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا سبحانه وتعالى، مين أول ناس هيخشوا الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أول من يدخل الجنة أهل المعروف. أول ناس هيخشوا الجنة الناس اللي كانوا بيهتموا، أهل المعروف، الناس اللي بيعملوا الخير ما بينتظروش، يعني دنيا واخره. ما احنا بنقول ربنا سبحانه وتعالى بيسمع لمن يستجيب، لمن سار على نهج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا واتى باوامر الله سبحانه وتعالى. ما الناس مش سواء، في ناس عملت اللي ربنا قال عليه وفي ناس اهدرت اللي ربنا سبحانه وتعالى عليه. الاثنين لما يقولوا يا رب ربنا سبحانه وتعالى يسمع لهم زي بعض. ربنا عدل ورحيم، بس عدل ده عمل فيستحق اكتر فياخد اكتر. ده بذل زي ما قلنا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. واحد طول ما هو ماشي عمال يجبر بخاطر ده ويعمل الخير هنا ويعمل الصح هنا، ربنا سبحانه وتعالى يسخر له برضه اللي يعمل معاه الخير واللي يعمل واللي يقضي له حاجته ربنا سبحانه وتعالى قادر على تغيير الواقع وعلى تغيير سنن الحياه. ازاي نربي اولادنا يا شيخنا على هذه العباده الجميله والسهله زي ما اسماء كانت بتقولي؟ هي عباده سهله مش محتاجه مجهود كبير، يعني ازاي نربي اولادنا عليها؟ وفي الحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: حفت الجنة بالمكاره. حفت الجنة بالمكاره، ما فيش حاجة بتوصل للجنة وسهلة. يعني هي سهلة من ناحية إيه؟ حاجات بسيطة بتتعمل بمجهود بسيط، إنما مش سهلة. ليه مش سهلة؟ لأن الإنسان يبقى محسن دائما باستمرار، يقول كلمة طيبة على طول في كل الأحوال، يمنع عن الناس أذاه، يكف الأذى عن الناس، يبقى دائما ضابط نفسه وضابط تصرفاته. ده أمر مش بسيط، امر مش سهل. عشان كده عليه الجنه، عشان كده احنا الشرع امر بيه، عشان كده في وصايا عليه، عشان كده طبقه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. النموذج الكامل اللي هو حياه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ لهذا المبدا مع الطفل ويسال طفل صغير ويقول له: يا ابا عمير، ما فعلا وغير؟ بيكبر بخاطره، كان مات له عصفوره سيدنا زيد بن سهل، طفل صغير، وكان نايه قال له: يا ابا عمير، كانه بيناقشوا في موضوع مهم، يعني مع انه ايه، طفل صغير. هو تعليم للامه، لو حاجة بسيطة النبي مش هيوقف ويتكلم مع طفل صغير في يعني في شأن يعني الطريقة اللي ربي بيها ابني على جبر الخواطر اني اعمل الفعل ده قدامه او معاه. بالظبط، هو يتعلم من اول يوم يبتدي. احنا زي ما سيدنا عبد الله بن مسعود قال: اعودوا اولادكم الخير فان الخير عادة. يعني لو انا عايز ابني اما اقول له فضل الصدقة عظيم والفقراء لازم نعطيهم حتى لو حاجة بسيطة، ده حاجة، وان انا اديله جنيه في ايده واوديه وخليه يديه للفقير، ده حاجة. طبعا. هنا ده اسمه تعليم وده اسمه تعويد. تعليم ان انا اعرف يعني ايه الصلاه وده سجود وبنقول كذا في السجود وبنقول كذا في الركوع. تعويد صلاه الظهر، صلاه العصر، تعالى معايا نصلي، اخده بيصلي معايا، تعالى معايا نصلي، تعالى نعمل، ده اسمه تعويد.